انا وريتا هون بجمعية بسما عم نوزع الدايبرز بامبرز للعيال المحتاجة وهولي من تقدمة حدا كتير سبيشال بيبي جورج حبيبتي. يعني الوضع كتير صعب ويمكن الأوضاع صارت أصعب خاصة من بعد انفجار 4 آب وكلنا شفنا قديش في عيال عن جد الأشياء الأساسية لأولادها ما بقى موجودة إن كان حليب إن كان أدوية أكل وحتى الحفاضات يعني هالمواضيع والأشياء اللي بتتعلق بالنظافة الشخصية. نحن عنا أولاد بيرات منعرف قديش صعب اللي عم نعيشه. في ناس ما قادرين يأمنوا هالأشياء لأولادهم بس ما مع بامبرز عم بيأمنوا كل الأشياء اللي انتم محتاجين لها ونحن أنا وبيرات حنكون هون لنعطيكم إياها. مرسي إلكون ومرسي لبسما إن شاء الله بتضلوا بالأحسن بعتب. مرسي بسما. بسما مرسي كتير لألكم كتير خير وعن كل شيء عم تعملوا معنا.